أنا متأسف أن الأمم المتحدة في آليتها المختصة بحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بجنيف اللي هي منظمة واحد الكيفية اللي كتنظم راسها كيما بغات، هما منظمين راسهم على حسب مجموعات، مجموعة مرتبطة باتفاقية التعذيب، مجموعة مختصة فيما يخص الاعتقال القسري، مجموعات مختصة فيما يخص باقي الحريات وسيما المساواة بين الرجل والمرأة، وكاين آليات أخرين هما ما يسمون بالمقرر الخاص لي رابورتور سبيسيو، كاين فيما يخص الصحافة وحرية التعبير، كاين فيما يخص الأقليات والحقوق الثقافية، كاينين كل أنواع. هذاك شغلهم، هما منظمين كيما بغوا ينظموا راسهم باش تكون الأمور واضحة. المجموعة المختصة عالميا كونيا دوليا باش تقول واش هذا الاعتقال قانوني او هذا الاعتقال غير قانوني، واش اعتقال تعسفي او اعتقال مبني على القانون، هي المجموعة لعين المجلس حقوق الانسان التابع للمندوبية السامية لحقوق الانسان. ما كاينش شي حد اخر في العالم، هما المختصين يقولوا هذا اعتقال تعسفي، هذا اعتقال قانوني. قالوا بان الاعتقال ديال السيد توفيق بوعشرين غير قانوني، هو اعتقال تعسفي. المختص في الماده، المختص يقول واش هذا تعسف او ماشي تعسف، قال لك هذا تعسف. باش تكون الامور محدوده من البدايه. حنا من النهار الاول كنا كنقولوا ان النيابه العامه المحترمه ورئيسها، وكنا كنقولوا للقضاء اي بطله هاد المسطره ديالكم خاويه، ما صلحش، ما تاديش النتيجه، هاد المجهود الجبار ديال الليالي وانتم كتخليونا بالجوع وبلا نعاس راه هو ما ياديش النتيجه، ما يصلح والو، لان المسطره غير صحيحه والاعتقال هو اعتقال تعسفي. حنا ما خبعناش القضيه دي. اراد الله سبحانه وتعالى وكنشكره انه المجموعه نظرت في الملف هذا، المجموعه المرتبطه بالاعتقال التعسفي، وقالت فعلا هذا اعتقال تعسفي، ماشي مبني على شي حاجه كاينه شي دول ديمقراطية فوق العادة أو شي دول، لا هي كتقول لك بالنظر إلى القانون الداخلي المغربي والنظر إلى الدستور المغربي ديالكم المغاربة، القانون ديالكم المغاربة، كنقول لكم هذا اعتقال تعسفي. المجموعة ما دخلش تماما واش توفيق بوعشرين بريء او مجرم. المجموعه ما قالتكمش بانه حكمت بالبراءه، كتقول لك الاعتقال ديالو هو اعتقال تعسفي. ملي كتكون غادي يمكن يتهموك بانه انت اعتقلت تعسفيا شي واحد، كطلقو وكتحكمو في حاله الصراحه.